مساء الخير. أبدأ السلام في الجمهورية العربية. اختتم الكتاب صفحاته بآليات تعزيز الحوار الثقافي
بين الشرق والغرب كان منها المؤسسات الدينية، الوسائل الإعلامية، المؤسسات التعليمية وقنوات التواصل الشعبي، داعيا بذلك إلى ضرورة الوصول إلى تقارب وتفاهم بين الشرق والغرب. السيدات والسادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم في رحاب المجلس الأعلى للثقافة، بيت الثقافة المصرية وحاضنها. ولتسمحوا لي بداية أن أرحب باسمكم بمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي شرفنا بوجوده اليوم، كما أرحب بكل من المفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الأسكندرية، والأستاذة الدكتورة هويلة مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة. اليوم ندوة مميزة، هي مميزة لأهمية موضوعها، مميزة لقدر وقيمة القائم على كتابها، وأخيراً هي مميزة لخبرة وثراء فكر الضيوف المشاركين في حوارها ونقاشها. السيدات والسادة، منذ ألقى صامويل هامينغتون محاضرته في معهد المؤسسات الأمريكي عام 92، ثم أتبعها مقاله الشهير عن صراع الحضارات في مجلة Foreign Affairs عام 93، الذي تنبأ فيه بظهور صراع من نوع آخر، صراع يتكئ على الخلفيات الثقافية والعرقية بديلاً عن كونه صراعاً بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية لتكون أساساً له، وتكون الخلفيات الثقافية هي المحرك الرئيس للنزاعات بين البشر. وإثر ذلك، ومهما كانت نقاط الاتفاق والاختلاف مع تلك النظرية ومع أوجه الانتقاد التي وجهت إليها، فلقد بدأت تنوح في الأفق بوادر صراع جديد عززته أحداث انقسام يأتي في مقدماتها أحداث 11 من سبتمبر وما تلاها من تداعيات. تشكل العلاقة بين الشرق والغرب أحد الإشكالات التي أخذت الكثير والكثير من جهد المؤسسات الرسمية السياسية وغير الرسمية في الشرق والوطن العربي على وجه الخصوص من جهة، والغرب من جهة أخرى. إن العالم اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الدخول في حوار بصورة هادفة على كافة المستويات ليثبت جدارته وأهليته ومساهمته في صياغة الحضارة الإنسانية الراقية، بالرغم من اختلاف الثقافات وتعدد الألوان واللغات. ولا يمكن تصور طي المسافة الشاسعة بين الشرق والغرب بسهولة رغم التقدم التكنولوجي المعاصر، لأن كلا الطرفين لم يتخلصا بعد من عقدة الماضي التي تحمل في ثناياها من صور الصراع الحضاري والديني والاقتصادي. وهنا تأتي أهمية الحوار والوقوف على المعوقات التي تقف حجر عثر في طريقه من أجل التعرف على الآخر والتواصل معه والاتفاق على القواسم المشتركة لعيش حضارة واحدة واسعة متعددة الروافد والملامح، وعيش ثقافة جديدة تسودها لغة التسامح والسلام والعدل والإنسانية بدل تجرع مرارة الحرب والهيمنة وإقصاء الآخر. ويحضرني في هذا السياق وثيقة للأخوة الإنسانية تم توقيعها بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية، بغية تبني ثقافة الحوار ضربة والتعاون المشترك سبيلا والتعارف المتبادل نهجا وطريقا. ويأتي الكتاب الذي بين أيدينا في توقيت مهم
نحن أحوج ما نكون فيه إلى تكريس قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش السلمي بين البشر، وذلك على قاعدة من الاحترام المتبادل والقيم الإنسانية الخالدة التي هي أساس كل العقائد والديانات. السادة الحضور، هذا الكتاب يأتي في 24 مبحثة، أذكر من أهمها أهمية الحوار وأسس الحوار، رؤية تاريخية للحوار الثقافي بين الشرق والغرب، الحلقات التاريخية الممتدة لهذا الحوار، أهداف الحوار الثقافي، تصحيح المفاهيم المغلوطة عند طرفي الحوار، تنمية العلاقات القائمة على التعاون بين الحضارات، التعايش بديلاً للصراع، معوقات الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، كيف يرى الشرق الغرب وكيف يرى الغرب الشرق، نزعة التطرف والتعصب، وأخيراً آليات تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب بمكوناته، دور المؤسسات الدينية، دور المؤسسات الإعلامية، دور المؤسسات الثقافية، دور المؤسسات التعليمية، وأخيراً قنوات التواصل الشعبي. الحقيقة أنني لن أطيل، واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بمعالي وزير الأوقاف، وليتفضل بإلقاء كلمته مشكورة. شكراً دكتور الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. بداية أتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أنس عبدالدايم وزيرة الثقافة على احتضانها لهذا العمل الثقافي واستضافتنا وتشريفها بما يعد إضافة كبيرة لهذا اللقاء، ويأتي تأكيدا على أهميته، كما أيضا أشكر معاليها وأهميها على أول إصدار من الإصدار الثقافة العامة أو الثقافة الدينية العامة تحت عنوان رؤية، وصدر منه الإصدار الأول فقه الدولة وفقه الجماعة في إعداد راق ومتميز وبخاصة للشباب. الحقيقة أيضا التقدير للسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، وأنا شاكر وممتن للمفكر الكبير والسياسي المخضرم أستاذ الدكتور مصطفى أنفقي على قبول سيادته المشاركة في هذا العمل، وليس غريبا علي بتاريخه الفكري والسياسي والثقافي وإدارته لوحدة تعد كنزا ثقافيا فريدا في تاريخ الثقافة العالمية مكتبة الإسكندرية، ونتمنى لسيادته كل التوفيق. أيضا يعني الأستاذة الدكتورة ويدا مصطفى عميد كلية الأدب جامعة القاهرة أيضا على قبول هذه المشاركة، وأستأذنكم في الترحيب بضيفين كبيرين، هي الأستاذ محمد سالم رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والمعالي الأستاذ الدكتور إسلام سيد المصطفى، كان مشاركين في مؤتمر اتحاد الإذاعات الإسلامية وإذاعات القرآن الكريم في مختلف دول العالم اليوم بالهيئة الوطنية للإعلام، وسعدت بصحبتهما مع مجموعة من السادة القائمين ورؤساء الإذاعات الإسلامية في مختلف دول العالم، فنشكرهما على تشريفهما هذا اللقاء، ونشكر الحضور جميعا. أنا حقيقة لم أطيل لأنني أحب أن دائما أسمع من المثقفين الكبار، وهذه الندوة فريدة نستمع فيها إلى خبرة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي والأستاذ الدكتور هويدا مصطفى، لكن هي مقدمة في إطار تقديمي للكتاب. إحنا حاولنا أن نبني مشروعا فكريا متكاملا الحقيقة يجمع أو يجنح إلى الإطار
الثقافي والتواصل، ونخرج من دائرة ضيقة إلى دائرة أوسع. هذا الكتاب يأتي في إطار سلسلة إصدارات الحقيقة نتعاون مع وزارة الثقافة في تحويلها إلى ندوات، منها حماية الكنائس في الإسلام، حماية دور العبادة، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة في إطار مشروع تثقيفي متكامل. قضية الحوار ليست طرفا، لأن الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. نص قرآني محكم، أي أن الاختلاف سنة كونية ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا قال: من حاول أن يحمل الناس حملا وقصرا على دين واحد أو مذهب واحد أو فكر واحد أو لغة واحدة أو أيديولوجية واحدة فهو معاكس لسنة الله الكونية، لأن الله يقول: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه. ومن ملاحظ المشاهد، أكثر الدول إيمانا بالتنوع والتعدد وقبول الآخر هي أكثر الدول أمنا واستقرارا وازدهارا في جميع مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية. أما الدول التي وقعت في فوضى الاقتتال أو الاحتراب أو الخلاف الديني أو المذهبي أو القبلي أو العرقي، وقعت في فوضى لم تنتهي ربما لا تخرج منها. ونقول: لو أن البشرية أنفقت على التكافل الإنساني من شر ما تنفق على الحروب لتغير وجه العالم كله. ويجب أن نعمل جميعا على إحلال لغة الحوار والتفاهم محل لغة الاحترام والاقتتال. والحقيقة ليست القضية في الحوار بين الشرق والغرب، بل إنما لا يمكن أن نقيم حوارا هادفا بين الشرق والغرب وأبناء الأسرة الواحدة داخل الأسرة الواحدة غير قادرين على التحاور معا وعلى أن يجلسوا معا وعلى أن ينصت كل منهم إلى الآخر. ولا يمكن أن نقيم حوارا بين الشرق والغرب ونحن في المجتمع الواحد وفي الدولة الواحدة غير قادرين على أن يسمع بعضنا بعضا وعلى أن يستوعب بعضنا بعضا. مسألة العقائد والعبادات والديانات هذا فيما بينك وبين الله عز وجل، لكن يبقى المشترك الإنساني أو الوطني أو الحياة. والحقيقة يمكن هذا اللقاء، وسنتكلم بصراحة بالغة، وأنا يمكن كان في حديث قصير مع معالي الوزيرة المحترمة قبل ما نجلس، قلت لها يمكن أنا حرصت أن نعقد لقاءات عديدة مع المثقفين على مختلف أطيافهم، وشرفت طبعا بلقاءات عديدة مع الأستاذ الدكتور مصطفى ثقي، واستضفناه في منتدى الحسين يعني فيه، وكان الحقيقة يتحدث في أمور تبهر السلام. وفي لقاء قريب مع معالي سيادة العميد الدكتور عبيدة مع الأئمة والواعظات، وهي أدركت كم يعني كان سعادة الواعظات والأئمة بحديثها، بل اتفقنا على تدريب الواعظات بكلية الإعلام وفي معامل الصوتية في كلية الإعلام. يجب أن نعمل معا وأن نتلاقى معا على الجوانب الحياتية خدمة لوطننا وخدمة للإنسانية. فيجب أولا أن نؤصل الحوار أيضا فيما بيننا داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات الوظيفية، وأن يسمع بعضنا بعضا جيدا. والحقيقة هذا جانب. الجانب الآخر يمكن الكلام ده القضية في التطبيق. الناس أحد شيوخ الأزهر الشيخ محمد عارف من سنة 1946 كتب قال: يجب أن يفهم الغرب والإسلام. الإسلام في مرة كنا مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر ونتحدث عن مراكز تعليم اللغة العربية
في مختلف دول العالم. قال عندما ننشئ مراكز للثقافة الإسلامية أو لتعليم اللغة العربية، نحن لا نهدف إلى مصادمات دينية، وإن كما يفهم البعض إن أنت تفتح هذه المراكز لتخرج الناس من دياناتهم فتدخلهم إلى الإسلام. ليس هذا هدفا على الإطلاق لمراكزنا الثقافية بالخارج لا الإسلامية ولا تعليم اللغة العربية، وإنما الهدف أن يعرف الناس حقيقة الإسلام فيحترم الإسلام والمسلمين احتراما متبادلا، وأن نؤكد لهم أن ما لحق به من تشويهات الجماعات المتطرفة ليس من الإسلام في شيء. وفي آخر مؤتمر كان لدينا عدد من مختلف دول العالم، كان من ضمنهم مفتي أوكرانيا، وتحدث عن مأساة أن نحن نعيش في دولة عدد المسلمين فيها 5%، معظمهم من الوافدين وليسوا من يعني عدد منهم ليسوا من أبناء الدولة، ومع ذلك هذه 5% تعطي نموذجا سيئا، تريد أن تكون جيشا خاصا وأن تنشئ دولة في شرق أوكرانيا وتكون حملا وعبئا كبيرا علينا. ولذا أصدرنا وثيقة القاهرة للمواطنة، وقلنا فيها يجب على الإنسان أن يحترم قوانين الدولة التي يعيش فيها وسائر شعاراتها المادية والمعنوية من عالمها ونشيدها الوطني، سواء أكان يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أو دولة ذات أغلبية غير مسلمة. الذي يستقبلنا ويستضيفنا لا يكافئ بمثل هذه الأعمال. فالحقيقة أن يجب أن يفهم الغرب الإسلام وأن يفهم الإسلام مدنية الغرب، فإذا تفهم زال ما بينهما من سوء ظن وأمكن أن يعيش معا متعاونين يؤدي كل منهما نصيبه في خدمة الإنسانية. والحقيقة في نقطة مهمة جدا يعني، ولذلك كان نحرص حتى هنا في لقاءات بين علماء الدين وبين الأئمة وبين جميع المثقفين حتى نكسر الحاجز النفسي. كان بعض المثقفين ينظر إلى بعض علماء الدين أو رجال الدين أنهم يعيشون في عالم آخر مغلق جامد غير منفتح، يعيشون في عصر غير العصر الذي نعيش فيه، بينما ينظر بعض علماء الدين إلى بعض إلى غيرهم من المحسوبين على طيار ثقافية أخرى نظرة على أنهم بعيدون عن الدين، وهذه النظرة وتلك نظرة خاطئة. لا الدين قصر على المشايخ ولا الثقافة قصر على المثقفين، ولم يؤثر الله بالعلم ولا بالفقه ولا بالشعر ولا بالبلاغة، ولم يخص بها قوما دون قوم، إنما علينا أن نتلاقى ليفهم بعضنا بعضا. وعلى سبيل المثال عندما عقدنا دورات مشتركة بين الواعظات في الأوقاف وبين الراهبات والمكرسات في الكنيسة، كان لها أثر بالغ في إزالة الحواجز النفسية، وخاصة في أول لقاء. بعض الناس ربما ينظر إلى الواعظة على أنها شيء يعني يعيش في عالم، وكذلك تنظر إلى الراهبة على أنها حياة مغلقة، إنما عندما جلس معا وأكل معا على مائدة واحدة، هذه الواعظة تأكل كما نأكل وهذه الراهبة تأكل كما. بعض الناس يظن أن حياة الشيخ أو الواعظة أو الراهبة أو المكرسة حياة ليست من عالم الإيه؟ من عالم البشر. لا، فعندما يلتقي بها ويجد أنها تعيش حياة طبيعية، كسائر الناس تنكسر كثير من الحواجز النفسية. ثم أطلقنا حملة طرق الأبواب التي وصلت لمليون أسرة تقريبا ما بين الواعظات والراهبات، وكذلك اللقاءات بين الأئمة والقساوسة لنكسر كثير من الحواجز النفسية التي كانت مغلقة قبل ذلك. ولكن الأهم أن لا تكون هناك نظرات استعلائية مسبقة على الحوار، وأن لا يكون هناك استخفاف أو استهانة بالآخر أو النظر إليه نظرة دونية مسبقة. ولذلك قلنا التركيز على الإفادة من النافع والمفيد وغض الطرف عن خصوصيات الآخر الثقافية التي لا تتفق مع قيمنا وحضاراتنا في ضوء الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب، من غير أن يحاول الغرب أن يفرض قيمه وأنماط حياته الخاصة
التي ارتضاها لنفسه على الشرق مع اختلاف عاداته وتقاليده وأعرافه وثقافته وربما ديانته، ولا أن يحاول الشرق حمل الغرب حملا على مفاضلات حضاراتنا الشرقية. فمثلا إذا لا يمكن أن نأخذ مثلا كل تعاليمنا في ديننا الإسلامي وقيامنا وحضارتنا فنفرضها على غير المسلمين أو على مجتمع، وإما أن يكون هذا وإما أن نتحاور معه وأن نتهمه بما لا يليق، ولا هو أيضا أن يحملنا على أخلاق وقيم وعادات تتصادم مع ديننا وأخلاقنا وسلوكياتنا. وإذا كان الغرب ينادي بالحرية الشخصية فنحن لا ننادي بأكثر من هذه الحرية الشخصية في العادات والتقاليد واللباس، ونعتبر هذا من قبيل الحرية الشخصية والإنسانية. ويمكن ده اللي جعل أحمد شوقي احترام الخصوصيات. أحمد شوقي عمل قصيدة رائعة في احترام الخصوصية واحترام الآخر عندما تحدث عن العلاقة بين المسلمين وإخوانهم من المسيحيين، فقال: أعهدتنا والقبط إلا أمة، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما. شوف الكلام ده، نعلي تعاليم المسيح لأجله، نحترم تقاليدهم وعاداتهم وديانتهم، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه بيوتكم الدين للديان، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. هذه بيوتكم وتلك بيوتنا، متجاورين مودة ووئاما. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كرما. والشاعر المسيحي هذا من قبل الشرق، أما الشاعر المسيحي اللبناني المهجري محبوب الخوري كان تعرض في زمانه وفي وقته لاضطهادات دينية وفي مشاكل دينية مختلفة كانت آنذاك في لبنان وفي بلاد الشام، فذهب وقال: قالوا تحب العرب؟ قلت أحبهم. يقضي الجوار علي والأحام، قالوا الديانة خلافات، قلت جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام. شعب مسيحي. ومحمد بطل البرية كلها، هو للأعارب أجمعين إمام. هذا هو التسامح وهذا هو التعايش. والحقيقة يمكن في إحدى الزيارات الخفيفة إلى باريس زرت فرنسا، بقيت عدة أيام، كتبت مقالين نشر في الأعراب تحت عنوان لماذا تقدم الغرب. تناولت فيهما كل ما رأيت من إيجابيات من انضباط، وأنا أعطي لكم نموذجا واحدا. كنا في بيت السفير وسنلتقي ومعي مجموعة من الزملاء من مصر ومجموعة من باريس. قال بالتحديد السيارة ستأتي عند فلان الساعة مثلا 8:30، وعند فلان 25 دقيقة، وعند فلان 32 دقيقة. وعتب فانت الذي لم يألف هذا يقول لك يعني أنا أظن، ولم تتخلف في ثانية واحدة، ده وتلت، ده ونصف إلى خمسة، ده هكذا. الأمر الآخر، عندما يأتي الرجل المسؤول عن الطعام وعن الإفطار، وأنا أذكر في مرة في الإفطار 12 دقيقة، ففي الغداء 37 دقيقة، لو وصل عند الغرفة على 34 دقيقة لا يطرق عليك الباب، ليتوقف، لا يتوقف حتى 37 دقيقة، لأنك ربما تقضي هذا الوقت في عمل آخر، ربما كنت في الحمام لأنك رتبت نفسك على هذا التوقيت فهو يأتيك على التوقيت. هذا الانضباط. الأمر الآخر، ربما أنا لو ذهبت بعمامتي إلى برج إيفل كان يخال إليك أو إلى متحف اللوفر أن الناس كلها ولا أحد ينظر إليك،
لأن هذه الخصوصيات تحترم ولا أحد يشغل بخصوصيات الإيه؟ الآخر. في حين أن بعض الناس لو جاءه المختلف شكلا أو ثقافة أو زيا لوقف الناس جميعا، لكن أنت تذهب وتتحرك، هناك من يأتي من الهند ومن يأتي من الصين ومن يأتي من أفريقيا، ولا أحد يلتفت إلى خصوصيات الآخر. فكتبت لماذا تقدم الغالب؟ هل كل الغالب إيجابيات؟ لا. رأينا ماذا نحب من بعض المشاكل، فغدرنا الطرف عن خصوصياتهم ولم نتعرض إلى ما يمكن أن يعد ثقافة مقبولة لديهم وغير مقبولة لدينا، وإنما ركزنا على المشترك. ولذلك من ضمن ما أخذناه مقال هام جدا وترجم إلى تقريبا أكثر من 10 لغات تحت عنوان المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية، وتناولناه من خلال القرآن الكريم حتى لا يزيد أحد أنك أنت تأتي بشيء ليس فيه له أصل. القرآن الكريم في أواخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم 10 وصايا. قال سيدنا عبد الله بن عباس: هذه الوصايا مما أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، لم تختلف في ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا دين من الأديان. وعدها القرآن الكريم منها عدم قتل النفس، أروني أي دين، أي دين أباح قتل النفس أو أباح الزنا أو أباح أكل أموال الناس بالباطل أو أباح الكذب أو أباح الغدر أو أباح الخيانة أو أباح الظلم، بل كل الأديان على عكس ذلك. وفي يوم كنا نتحدث عن التطرف، فسأل أحد الناس وقال أن بعض الناس يتهمون كل بعض من لا يفهمون من أصحاب الديانات، كل أصحاب دين يريدون أن يلقوا بالتطرف على أصولية الدين الآخر. فقال لي أحد: الإسلام لا تطرف فيه. قلت له: بالطبع. فقال لي: ما الدين الذي هو منشأ التطرف؟ وكأنه كان يريد توجيها إلى دين سماوي بعينه على إن الدين ده هو سبب الإيه؟ التطرف. قلت: لو من قال لك على دين سماوي أنه به تطرف، فإنه لا يفتئت على أصحاب الدين، إنما يفتئت على رب العالمين نفسه. ليه؟ لأن جميع الأديان السماوية في أصل تنزيلها نزلت من عند رب العالمين، فيستحيل رب العالمين يبيح قتل النفس هنا ويمنعه هنا، فهو مقياس واحد. فجميع الأديان السماوية قائمة على الرحمة والعدل والصدق. ما الذي حدث؟ أهواء بعض أتباع الديانات في أي ديانة، من انحرفوا بالديانات لتوظيفها لمصالح خاصة، هم الذين خرجوا بالأديان على مساراتها الصحيحة. أما أصول الأديان السماوية فتركز على المشتركات الإنسانية، ويبقى الخلاف بين الأديان في قضايا العقائد وقضايا العبادات التي بينك وبين الله، وكل إنسان يلقى الله فيها بما قدم. لكن يمكن أن نأخذ من الأديان السماوية من المشترك الإنساني ما يكون أصلا لحياة مسالمة. وده أحد أهداف هذا الكتاب الذي قام عليه مجموعة من الباحثين، معظمهم من الحاصلين على الدكتوراه بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسعدت بتقديمه له، ونأمل أن يكون علامة مضيئة في تعميق الحوار بصفة عامة والحوار بين الشرق والغرب بصفة خاصة. مرة أخرى أشكر كل الحاضرين وأعتذر عن الإطالة. فضل شكرا تقدير لمعالي الوزير، وسيكون لنا عودة مرة أخرى بعد انتهاء السادة المعقبين. الحقيقة كلمة موجزة ومعبرة وشيقة، ولخص فيها معالي الوزير كثيرا مما ورد بالكتاب المحتوى والأهم المعنى والقيم. الآن حان وقت مرحبا بالدعاية الكبير مفكر كبير سيد الدكتور مصطفى عبد الرحمن، مشكورا بتعقيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الفنان الاستاذ الدكتور ايناس عبد الدين، ترددي على هذه القاعه في عهدك اعلى معدل ترددت فيه في عصور كل وزراء الثقافه، وهذه نقطه تحسب تحسب لك وأيضاً للأخ العزيز الأستاذ الدكتور هشام.
الرجل الشجاع الذي لم يمسك بالعصا من المنتصف ابدا واتخذ مواقف واضحه تتسق مع ما يفكر فيه وما يصبح الامور بغض النظر عن نتائج ذلك. واعني به الاخ العزيز فضيله الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وهو عالم من طراز خاص ومتحدث الراسين ومتخذ المواقف يجب ان تحمد له دائما. طبعا ارحب ابنتي هويدا مصطفى صار لما اشترى الدكتوراه بدل ما ابنتي برضه. فوجودنا اليوم وهي عميده كليه الاعلام وكانت عميده كليه الاعلام برضه في مؤسسه علميه اخرى من قبل ده بيدعوني الى الشعور بالسعاده. ولما دعيت لمناقشه هذا الكتاب يعني كان حماسي اكثر من مبعث واحد. الاول هو ان هذا الامر يحدث في رحاب وزاره الثقافه وليس فقط في رحاب وزاره الاوقاف. فانا اذهب الى اكاديميه الاوقاف احيانا بدعوه من فضيله الوزير واشعر ان الاهتمام بهذه الامور في وزاره الثقافه هو يعني وضع طبيعي يضع الثقافه الدينيه في مكانها الحقيقي كمكون اساسي من عقل الإنسان المصري تحديدا. لأن الدين كما تعلمون في مصر متجذر جدا. ودائما بحكي قصة الإسكندر الأكبر لما جه وراح سيوة نتيجة نصيحة خلصائه ومستشاروه بأن يعلن نفسه إن الإله في معبد آمون حتى يتقرب إلى قلوب المصريين. وفعل نفس الأمر نابليون بونابرت كما تعلمون بعد ذلك بقرون عديدة وأصدر منشوره الشهير الذي كان فيه ينافق الإسلام والمسلمين. وهكذا نجد أن الدين متجذر في مصر حتى أن بعض الملاحدة الموحدين يدعون أن الديانات اختراع مصري. طبعا تعبير فكي جدا. إنما يرون أن من اكتشف فكرة الإله حتى قبل أن يكون الإله الواحد هم المصريون. والمصريون كان عندهم لغز الموت معرض جدا وبالتالي الحياه الثانيه فبداوا يفكرون في الخلق وبداياته فتكونت لديهم فلسفه حتى ان الحضاره الفرعونيه كلها كما تعلمون هي حضاره مقابر. الاهرامات والتماثيل والدواوين والموميات كلها مرتبطه بعقيده الموت. من هنا نستطيع ان اقول اننا اولى الناس بالحديث عن الديانات. ولكن هذا امرا غريبا لان مصر بالذات هي ليست مهبط الوحي ولا مبعث الرساله ولكنها هي الدوله المعنيه بالشان الاسلامي في المقام الاول. وعندما وصل باراك اوباما الى الحكم كما تعلمون اجتمع المستشارين فقالوا له ان لدينا مشكله حقيقيه مع العالم الاسلامي ان جورج دبليو بوش قد ترك لك عرفا سيئا نتيجة العمليات العسكرية في العراق وفي أفغانستان والمواقف الحادة تجاه الإسلام والمسلمين. ولذلك نحن نرى أننا مرفوضون تماما في العالم الإسلامي. وعليك أنت تحديدا باعتبارك نص إسلامي أن تقوم بمهمة تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية وإقرار أصول للتواصل مع العالم الإسلامي. فقال لهم لا بأس سوف نفعل هذا. قالوا له لابد ان يكون ذلك بخطاب تاريخ. فقال نعم متصورين انه يمكن ان يلقيه من القاعه البيضاء في البيت الابيض مثلا. قالوا له لابد ان يكون ذلك على ارض العالم الاسلامي. وانقسم الحاضرون. اول مجموعه قالت يكون ذلك في مدينه زي جده على اعتبار انها اقرب الاماكن الى مكه والمدينه اللي هي الاماكن المقدسه لدى المسلمين. آخرون قالوا لا يكون في اسطنبول آخر عاصمة للخلافة لآخر الخلافة الإسلامية. آخرون قالوا لا يكون في إندونيسيا لأن فيها أكبر بلد إسلامي في دولة واحدة. وآخرون قالوا لا يكون في الدار البيضاء كازابلانكا آخر نقطة في المحيط من العالم الإسلامي في مواجهة الغرب، مواجهة العالم الجديد. انبرى صوته عميق كده من حجرة أعقابه وقالوا كل هذا هراء. لا يستمع إليه ولا يلتفت له.
الحديث لابد ان يكون من مصر الازهر. واجمع الحاضرون على صحه وجهه نظري، وجاء كما تعلمون باراك اوباما في يونيو 2009، وكان المقرر ان يلغي اختاره من الازهر الشريف، ولكن لاسباب لوجستيه وامنيه قيل انها بلد الازهر اينما كان المكان، فكان خطابه في جامعه القاهره كما تعلمون. وانا شخصيا حضرت في ذلك اليوم، وكنا ممتلئين املا. هذا الرجل الذي رجل ابو موسى الامريكي سنه 65، يعني جيل حديث جدا، يمكن ان يعبر عن العالم الجنوب امام العالم المتقدم، ولكن للاسف خيب كل الامال، وكانت كل تصوراته محدوده. ووقع فريسه نظريه اللجوء الى بعض التيارات الاسلاميه لضرب التيارات الاكثر تشددا، فكانت النتيجه كما تعلمون، بدا من الربيع العربي الى الخلافات في كل المناطق الى الصراع الدامي الى ظهور الاسلاموفوبيا كما لم يكن الامر من قبل. ولذلك مثل هذه الكتب، وبالمناسبه هذا الكتاب لابد ان يحمل عليه معالي الوزير ويشكر تحت اشرافه وبتوجيهه. هذا الكتاب كتاب موفق وليس كتاب استرسالي، يعني ليس كتاب استطرادي، ولكنه كتاب كل سطر فيه يتحدث عن مرجع ويشير الى وثيقه. ومثل هذه الكتب لابد ان نشعر معها بارتياح، لاننا بصدد وثيقه علميه اكثر منها وثيقه اعلاميه او دعائيه على الاطلاق. قالوا قديما الشرق شرق والغرب غرب لا يلتقيان. قد يكون هذا كلام صحيح، والمستشرقين قالوا كده كتير. انتوا عارفين حركه الاستشراق عموما ركزت الى حد كبير على مصر، بينما ركز الجزء الاخر الفرنساويين على شمال افريقيا المغرب تحديدا. فكانت صوره العالم الاسلامي تؤخذ لديهم، وتختلط الصوره ساعات عندهم من مصر والمغرب وبعض الدول التي يعتادها الاوروبيون في ذلك الوقت ليعرفوا عن هذا السر المجهول. نابليون نفسه كان جاي مصر يبحث عن لغز الحضاره المصريه والثقافه المصريه، ويجد اجابات لاسئله طويله كان يتحدث عنها هو ومعاصروه من العلماء. ولذلك جمع 150 عالم في الزراعه والهندسه والطب والاحياء المائيه والطيور والحيوانات، وظل صفر وصف مصر يبني. ولذلك يحمد الفرنسيين دائما، ده انت عشان وزير لان خريج فرنسا، يحمد الفرنسيين الولاء للثقافه. بعد ما انتصرت قوة التحالف على حركة طالبان وحررت كابول، هرعت الدول إلى فتح مدارسها وسفاراتها في العاصمة، إلا الفرنسيين فتحوا ليسير، لأنهم يرون أن نافذة التعليم هي نافذة الحقيقية للضغط على السوق وهم على حق. في هكذا وذاك ثلاث سنين بتوع رائعة، نابليون تركوا أثر عليها أكثر من 70 سنة في الإنجليزي، مجموعة مدنية كل معظم ما ترك لدينا من تراث غربي ينتمي للمدرسة الفرنسية، المدرسة اللاتينية بالدرجة الأولى طبعا، وتحديدا الجزء الفرنسي منها. فحكاية الشرق والغرب لا يلتقيان دي يعني ده منطق براعي الناس. ولو تذكروا في الحكيم لما سمى كتاب عصفور من الشرق عن حياته في باريس، حتى التعبير نفسه تعبير ذكي، عصفور ضارب الشرق وهبط على ارض فرنسا وهو يتحدث عن ذكرياته هناك. والانفتاح الثقافي المصري كله كان على فرنسا، طه حسين، عيد عبد الرازق، مصطفى علي عبد الرازق، الامام محمد عبد الله راح هناك، وقبل الجميع جماعه الطهطاوي طبعا، راي للتنوير الذي زرعه لكي يكون اماما للبعثه، فاصبح اماما للتنوير في تاريخنا. لذلك درجة المرونة، مساحة الليبرالية لدى الشخص هي التي تسمح له باستيعاب المعارف والعلوم حتى وإن اختلف معه. يعني الإمام الشافعي كان حقا عندما قال إن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فولتير قال نفس المقولة بس بالمنطوق الغربي، إن أنا على استعداد لأن أدفع حياتي ثمن الدفاع عن رأيي أختلف معه. حق في
في أن يعلن عن رأيه. لهذه الأسباب لابد أن نعود ونقول أن المشكلة، وأظن الوزير مسها مسا ذكيا الآن في الحديث، هي أن كل منا يجهل الآخر. تجد في مصر هنا ساعات المصريين يقول لك لا بقى حلو دولة، دولة هي دول بيعملوا مش عارف مشروع ولا بقول لها بقى دول قاعدين يطلعونها من مصر. لأنه المعرفة ما هيش كاملة. الانفتاح الأخير في العقود الأخيرة بين المسلمين والأخبار في مصر خدم قضية الوحدة الوطنية خدمة جديدة. يعني زي ما بقول فضلت الوزير بيقعدوا الواعظات مع المدرسات مع المشايخ. أنا شفت مشايخ وقساوسة يعني صارت بينهما صداقات قوية وكان كل منهما يخشى الآخر. يعني أنا فاكر وأنا فاكر وأنا طفل كانوا بيخوفونا رئيس الكنيسة هو فاهم بالليل. طبعاً لابد أن تدرك أن هذه الثقافة متهرجة مريضة انعكست علينا فيما بعد إلى أن تحررت العقول واتسعت الآفاق وأدركنا أن هذا وهم لا مبرر له على الإطلاق. ولذلك الإنسان عدو ما يجهله. الإنسان عدو ما يجهله اللي ما تعرفوش خلاص تكرهه وتتخوف منه. لكن عندما نذهب إلى الكنائس وعندما يأتي الأخبار إلينا في المناسبات المختلفة وتمتزج الأفكار ونعيش في جو مشترك تسقط مثل هذه الدعاوي كلها على الإطلاق ولا نشعر معها بهذا الاختلاف الذي يتحدث عنه البعض. إنما عندما نعتصم بقدر من التعصب والتشدد والنظرة المتشككة والثقة المفقودة عليك أن تتصور كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الطرفين. ولذلك عندما بدأ الإمام الأكبر موضوع بيت العائلة وأنا كنت من المؤسسين معه في ذلك الوقت أعتقد أنه كان يحاول محاولة للتقريب بين أصحاب الرؤى، مش التقريب بين الديانات. أصل في ناس كتير يقول الحوار الديان مش اسمه حوار ديان، أنا مؤمن بحاجة وأنت مؤمن بحاجة هنقعد نتكلم فيها إزاي. لكل منا ما آمن به والإيمان ما وقر في القلب وما تقدرش ترش عليه أبدا. ساعات واحد تلاقيه بيحب واحدة كانت وعمشة وتعبانة خالص تقول له ليه كده ولا ما بحبهاش؟ دي مسائل نسبية مش كده ولا إيه؟ فانا عايز اقول زي الايمان، الايمان زي الحب شيء اعتنقه الانسان. انت عارف اللي بدل هو ايه؟ هو ما يقبله الانسان حتى وان خالف العقل. هو امن بذلك. تيجي تقول له السلام والمعراج ازاي؟ ده انا مؤمن وايماني هو اللي بيغطي هذا الحدث. عند المسيحيين ايضا كيف مش عارف ايه الموضوع ده؟ انا مؤمن بكده. فالإيمان يجب أن لا يمس. ولذلك يوجد حوار بين العقائد ده هراء وتخريب للعقول، إنما بين أتباع الديانات وأتباع العقائد. الملاحظ بقى إن الشرط إذا تكلمنا عنه أهم ما يميزه وجود الأغلب العام من المسلمين في الشرق. طبعا في ناس مسلمين في الغرب لكن النسبة الكاسة العالم العربي والعالم الإسلامي تعفين العروبة. العروبة والإسلام خرج من الجزيرة العربية قبلت دول مع الفتوحات الإثنان مع العقيدة والثقافة زي دولة زي مصر مع العصر الفاطمي استقام لها الأمر وتحولت الصلوات في الكنائس إلى اللغة العربية فكان هذا إزانا بعروبة مصر. في دول أخرى تحفظت زي الفرس قبلت ديانة ولم يقبل الثقافة العربية فكان لهم ما أرادوا. لذلك احنا بنقول ساعات إنه ليس كل مسلم عربيا وليس كل عربي مسلم، إنما هما يلتقيان على أرض مشتركة وهي في الغالب الإيمان بالدين الإسلامي. مثلا حتى اختلاف القومية مش عارف إحنا والأكراد إلى آخره. والقضية مش قضية دينية هنا، هي قضية الدين في مجمله بيتحول لدى الإنسان في أعماقه إلى ثقافة. ناس مش واخدة بالها. يعني أنا أتذكر لما كان أبويا بياخدني يروح المسجد ونسكت في إيده ونروح نسمع قرآن في رمضان تطبع هذه الأمور في ذاكرته. ولذلك أنا اللي بيغير دينه مثلا منه أيضا لأنه أعتقد أنه ارتد على ثقافته وعلى تاريخه واجتماعه مهما كانت الدوافع إلا إذا كان ذلك عن إيمان. إنما عشان يتجوز جوازة بتاعنا كان مفيش لازمة. فالشرق والغرب هؤلاء يلتقيان. أنا في رأيي أن الشرق أهم ميزات الإسلام والعروبة ومصر كما قلت أمامكم
هي خلعة الإسلام الأولى. إذا أصيب المسلمون بالحدث نظرا إلى مصر، تصور بما في ذلك أرض البحر نفسها. وفكرنا عبارة شهيرة تحت الشيخ الشعراوي، ها؟ حتى من البلد التي جاء منه، وأشار إشارة واضحة ولم يعترض عليها لا هنا ولا هناك، لأن مصر هي مصر، مصر الأزهر، مصر حافظة التراث الإسلامي، مصر حافظة الثقافة العربية، مصر هي الأصل في كل هذه الأمور على الإطلاق. وأظن ما فيش دولة ذكرت في كتاب الكتب المقدسة مثل مصر. يعني شوف في العهد القديم وصف التكوين الخروج والتوحيد، تيجي في العهد الجديد مبارك من شعب مصر، تيجي في القرآن بقى حدث ولا حرج، خمس مرات مباشرة أو 12 13 مرة بالتوحيد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذ هولا وادخلوا مصر. يعني كلمة مصر كلمة اتخذت منها كلمة الأنصار وكلمة المصاري كمان الفلوس، يعني اختراع عندنا في كل حال، اخترعنا الأديان والفلوس والحياة. تاريخنا كتير، وكنت لسه بتكلم مع سعادة صديقي الدكتور هشام عزمي فقال لي يعني هم يغيروا كل شيء، بس ما حدش قادر يغير التاريخ والجغرافيا. يعني عجبني أنا بقى خلاص دي ما فيش حاجة، أنا قاعد هنا أنا قاعد هنا على الركن الشمالي الشرقي من أفريقيا. التاريخ ما تقدرش تغير التاريخ، أنا تراكم الحضارات والثقافات، أنا البناء، أنا المؤسس، أنا المعلم، أنا المنور، قول زي ما تقول بعد كده. اقتني بأموالك الجديدة ما تقتني، لكن تظل رائحة التاريخ هي التي تعطي قيمة للشيء. لما تشوف القاهرة مزدحمة وملوثة وقد لا تكون مدينة نظيفة، ومع ذلك لديها سحر أخاذ لمن يأتيها ويعشقها ويثق في حواليها. وأضرب أنا بشوف أجانب عمليه تعملوا في الحواري وجوه بتحميه من الدول، عندهم جنون بيه. كان جاك بيرك ده يجي يختفي في الجماليه على حد يدور عليه وطلعه، لها سحر فيها ريحه التاريخ وعبط الغرب. انا بميز فيه حاجتين، عصر النهضه اللي هو البلاد الحقيقي للخروج من جهالات العصور المتخلفه الى بقى الفنون والابداع الفنانين العظام والرسامين الطليان والكتابات الجديده والافكار الحديثه والدوله العصريه. ولذلك يعني واهم من يتصور انه باسم احتمائه بالعقيده الاسلاميه وحبه لها ان يرفض الغرب وحضارته وثقافته. ده ديوخ، وليه محمد عبده خبطنا خبطه تاريخيه ملهاش حل. لقد تركته في فرنسا مسلمين بغير اسلام، وتركت في بلادي اسلاما بغير مسلمين. لخص المعدل كله هو الحكايه والدخوص، لا يحكي خلق وتعامل واحسان بالانسان وحرص عليه. هذه الامور لا يمكن ان تترك ابدا. انا متذكر في لندن كنا بنروح عشان بنعمل دكتوراه في حاجه اسمها متحف بريطانيا، مكتبه كبيره، بناخد وسائل كل بي ار او ريبابليك كابيتال اوفيس. ففي دكتور جمال شقر عارف الكلام ده بتاع ورق كتير. فكان في عندنا راجل شيخ اسمه عبد الجليل شلبي، والله ما رايت افضل ولا اكثر سماحه منه في حياتي. هو وصل اظن الى امين عام مع البعوث الاسلاميه في حال معينه، وكان اماما للمسجد في لندن، كان اماما للمسجد الاسلامي في لندن. فكنا بنروح ساعات وكملت دكتوراه برضه على كبر. فبنت عملت عيط، البنت موظفه هناك، قال لها ايه ضاعت مني مخطوط مش عارف الاقيه وهيسيبوه عليا 250 جنيه. قلت له 50 جنيه استدين ده انا ميتها بسنه، هو قلت لك سنه 70 75. لا انت خلاص الشغل الساعه كام؟ قلت له الساعه 6. قال لها لا بدري شويه وفطيلي واعملي لي شاي كمان طيب كده. وشمر ايديه وقعد لغايه الساعه 1:30 بالليل عصر على المخطوط عشان كتاب ابن عربي واللي حكي. البنت عيطت، ايه رايكم بعد اسبوع اعلنت اسلامها؟ قالت ان لينا من هذه اخلاق واتباعي يجب ان يتبع. على فكره العباره دي مصر بقى الاستميره عشان تعرفوا قيمتها في هذا الحوار واهميته. كنا في لندن برضه دخلنا السفير الله يرحمه سميح انور متقرص ومتضايق. الفتره لو تعرفين ما بين 67 و93 73 كانت فتره سيئه للغايه. اضطرينا نبيع سقف السفاره عشان نجيب نص مليون استرليني.
فقال النهارده كان عندنا اجتماع وحش جدا والسفير السعودي تندع عليا اسمه حليس عبد الرحمن الحليس وبيجمعوا تبرعات للمركز الاسلامي الجديد اللي هنعمله في ايجنت بارك وانا سكت حتى الباكستانيين جايبين سجاجين والافغان جايبين كلمه فالتاني قال له ما فيش حاجه السفير المصري ما عندوش حاجه بصوت عالي كان جه مره عندنا في 10 ثلاث حروف على الاطباق حرف اف اف حرف ملكي اللي هو فاروق وفريده قال له اف دي من ايه؟ قال له فاروق وفريده وفيحه وفريال وكده قال له لا اف دي من فقر. معانا ابوك استاجر جمال هنا في الشغل اه والله. فانا اتلقمت كده قلت له يا سعاده الفريق احنا مزرعين 8 مليون جنيه استرليني قيمه الارض قال لي يا سلام عليك احنا بنهزر اهو ده كلام بنسمعه. الحقيقه الكلام وجعني رحت هناك طلبت الوسائل المتبادله ما بين بريطانيا ومصر من 34 ل 36 فهو جاء استقبل صاحب الجلاله جورج الخامس السفير حسن باشا نشأل وبصحبته الشيخ حافظ وهبه ممثل السعوديه ومصري هو ملوش دعوه واتفق على تبادل قطعتي ارض احداهما على شاطئ النيل مكان السكنات الانجليزيه في مقابل ارض في حدائق الريجن لبناء مركز اسلامي عليه طبعت له 16 ورقه منهم كانوا 16 سفير ودخل قال لهم انا بقول لكم ان انا جاءني من مصر ان انا قررت التبرع للمركز الجديد ب 8 مليون جنيه فالسفير السعودي عليه ضحك قال له ما تضحكش وزع يا عم الورق كنا بنديه الورق واحد اسمه فاروق دخل وزع الورق على الناس كان على رؤوسه بالطيب واستقر الامر بان المركز ارض مصريه حتى هذا اليوم واشترطنا جميعا ان اول مدير المركز يكون مصري كان الشيخ محمود حفظ الله عليه رحمه الله انا عايز اقول لكم حينما ذهبت سوف تجد ان مصر موجوده ومحدش يتصور ان مصر شيء خليج او شيء عابر غير صحيح احنا بس فسدنا كتير والغيرانين مننا كتير والكيديه ضدنا كتير والكراهيه تجاهنا في ظل ثقافه الكراهيه موجوده الى حد كبير نيجي بقى نقول انه الدفاع عن الاسلام بيجد ايضا احيانا في الغرب اصوات قويه جدا سمعت عن برنس تشارلز يعني بغض النظر عن كاميرا والكلام ده كله كان عارفين برنس تشارلز طب ده من اشد المدافعين عن الاسلام ده له محاضره سنه 93 في جامعه اوكسفورد تعتبر وثيقه واللي كاتبها له ازهري الراحل زكي بدوي عليه رحمه الله وكان عالما اسلاميا متعففا يريد الانجليزيه افضل من اهلها وكان متزوج بالانجليزيه وكان يرفض اي منح او من ليبيا من السعوديه من دول ما كانش بلد عربي وكان هو المعلم الحقيقي لتشارلز وانا سالته مره تشارلز جاب لك جامعه بريطانيه وقلت له اهتمامك بالاسلام جه من ايه؟ قال لي من حاجه غريبه جدا من اهتمامي بالعماره الاسلاميه والزخارف الاسلاميه فبدات اقرا فقرات عن الاسلام فاحترمته كما لم احترم دينا اخر. اذا نظره الانصاف في الغرب موجوده ايضا ما حدش يتصور انها بس النظره الحديه المتطرفه لا الكثيرون يرون في الاسلام وفي الشرق ما يستحق الاحترام. أنا عايز أقول إنه علينا الآن أن نحيي لغة الحوار مع الآخر وأن نمتنع عن التشدد والتعصب والعنصرية وأن نؤمن بأن لنا ما لنا وعلينا ما علينا. شوف خطاب إيزنهاور في افتتاح المركز الإسلامي سنة 59 اللي كان هناك إمام المسجد الشيخ عبد الرحمن بيسار اللي أصبح الشيخ أزهر فيما بعد. انظروا ماذا قال يوميها إيزنهاور تنبيه الاسلام واحترامه. كانت صورتنا طيبه جدا، محمد عبده كان بيتراسل مع تولستوي. كان كل علماء ومفكري عصره بيلجأوا اليه ويكتبون الخطابات ويتلقون منه الرسائل. اين هذا؟ لماذا حدث لنا ما جرى؟ انه الاسلام السياسي. منذ دمجنا بين الدين والسياسه، منذ دمجنا بين الاسلام والدوله، اختلفت الامور. وخشينا الناس وخافنا الناس. افكركم باللي حصل بعد وفاه عبد الناصر على طول. اول ما مات عبد الناصر الناس قالوا ما ده نتيجه الاشتراكيه والبعد عن الله. ما تزعلش يا استاذ جمال هعدل لك الحكايه دلوقتي. فقالوا ازاي؟ قالوا الراجل خد طول نهار الاشتراكيه كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد ليلة في الجيش. هنعمل ايه؟ ما خلاص ما هنعمل ايه بقى؟ فنصح عبد الناصر الا يظهر في مكان عام الا ان تكون مناسبه دينيه. وراح مولي للسيده زينب لا هو اقرب مناسبه يروح. انا عايز اقول لكم انا محدش يعتبر ابدا انه الاسلام حاجه يعني
هوش غير الراعي الكبير ولا قول للرسول ولا الكلام اللي بيطلع ده. بيخلينا قاعدين محرجين في المحافل الدوليه، هو ده الاسلام؟ هذا الانتقاء التحكمي. ولذلك رجل زي وزير الاوقاف الحالي انا احب هذا النمط من الناس اللي بيخدعني، وهذا ليس صحيح وهذا صحيح. انما كيف ماسك العصايه من النص والايدي المرتعشه والخوف في التعامل مع القضايا الدينيه والدوليه لا يبدي فتيل. وانا ادعو الان انه هذا الكتاب نعتبره وثيقه، وانا مبسوط جدا ان فضيله الوزير سماه الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، لان الدين مكون ثقافي في النهايه. كنت فاكر لما عشت في الهند يقول لك احنا ما عندناش ديانات، عندنا الثقافه الهندوسيه الثقافه البوذيه، لكن مش بمعنى الدين اللي عندكم. الديانات الارضيه ثقافات اكثر منها، لكن المفهوم الروحي ده عندكم عندما اكتشفتم فكره الاله الواحد الذي لا يرى. دي قضيه اخرى، اللي هي قضيه التوحيد التي بداها المسلمون قبل غيرهم. يعني لا اريد ان اطيل عن هذا، لكن عايز اقول ان كلما تعرف كل طرف على الطرف الاخر، كلما ازدادت علاقتنا توسخا، كلما ازدادت رؤيتنا اتساعا، كلما سقطت المخاوف، كلما ابتعد التعصب، كلما اختفى التطرف، كلما كانت الحياه كما اراد الله لنا جميعا، فنحن مخلوقات بلا استثناء. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكره الوطن ايه؟ عشان الناس ساعات يقول لك فكره الوطن والمواطنه ضد الاسلام، لا. النبي عليه الصلاه والسلام عندما اخرج من مكه نظر اليها دامعا وقال والله انك احب بلاد الله الي لولا انك اخرجوني ما خرجت. فما حدش ابدا يزايد على الاسلام. الاسلام احترم الوطن واحترم فكره الشعب واحترم المواطنه، وكانت كل مفرداته هي المفردات الحديثه في عصرنا الذي نعيش فيه. اكتفي بهذا القدر واشكركم. تقدم للاستاذ الدكتور مصطفى الفقي بجزيل الشكر على هذه الاطلاله المميزه. وحقيقه في اشياء كثيره ممكن يعني ان نخرج بها من هذا الحديث الشيق والممتع على الرغم من ايجازه. ليس الحوار بين الاديان ولكن بين اتباع الاديان. علينا الابتعاد عن لغة التطرف والتعصب والكراهة واحترام الآخر، وعلينا أن نسعى لبناء حوار جاد وهادف مع الآخر. ولأن الحوار مهم، فإن لهذا الحوار أدوات ووسائل. ومعالي الوزير في كلمته أشار إلى أنه لكي نكون قادرين على الحوار مع الآخر فينبغي أن نبدأ بأنفسنا، وأن نكون قادرين على الحوار بيننا في البيت. ولا شك أن لوسائل الإعلام دورا مهما ومؤثرا بل وطاغيا في التأثير على الرأي العام وتشكيل الوجدان. ولا شك أن ما تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة الآن وعلى وجه التحديد في مصر دور طاغ، وأصبحت هي القوى المحركة الرئيسة في تشكيل الآراء والمعتقدات والقناعات، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة المشاركين فيها إلى درجة غير مسبوقة. أنا عايز أقول لحضراتكم أن عدد المشتركين في الفيسبوك في مصر وصل إلى حوالي 49 مليون مشترك. 49 مليون على الفيسبوك يعني almost أن نصف مصر متصلة بالإنترنت وعلى الفيسبوك. وإذا استبعدنا الفئات العمرية التي بطبيعة أعمارها لا تتعامل مع، ولو أنه الحقيقة أن الأجيال الجديدة ما بقاش فيه صعوبات في التعامل، لكن يعني على الأقل إلى ما بعد السابعة أو الثامنة. فمعنى هذا أننا الحقيقة نتعامل مع شريحة كبيرة جدا من أفراد المجتمع تتواصل عبر الفيسبوك. وأنا أركز على الفيسبوك لأنه الحقيقة أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يختلف اختلافا بينا في الدول العربية. مصر هي أعلى الدول في استخدام الفيسبوك على وجه التحديد، يمكن في أبليكيشنز أو منصات أخرى،
هي الأكثر استخداماً في دول أخرى. بنسعد الحقيقة اليوم أن معنا زميلة عزيزة لأنها أتت من جامعة القاهرة العتيقة، الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على حضراتكم جميعا. شكرا استاذ الدكتور هشام عزمي على هذه المقدمه. طبعا انا النهارده في غايه السعاده اولا لوجودي في هذه المنصه ووسط هذه الكوكبه المهمه جدا من المثقفين ومن اصحاب الفكر. وطبعا بشكر يعني معالي الوزيره الاستاذه الدكتوره ايناس على ان هي يعني استضافت هذه الندوه المهمه. والحقيقه ان مبلغ سعادتي يعني وتقديري وامتناني طبعا معالي الوزير وزير الاوقاف الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه. والحقيقه انا سعادتي بتكتمل لما بنشوف قد ايه هذه الندوه تجمع بين شقين مهمين جدا للشق الخاص ما يمثل الطلب الدين والعقيده وايضا الثقافه. فمعنى كده انه لا يوجد اي حواجز بين الطرفين، وهذا من طلب مهم جدا اذا تحدثنا عن تطوير المجتمع وعن تحديثه وعن مشروع للتنوير. واعتقد ان هذه هي البدايه فعلا الصحيحه. وهذه فرصه لكمان اؤكد على سعادتي الكبيره بالمشروع التنميري الذي يقوم به معالي الوزير محمد مختار جمعه، والذي يتاكد برؤيه مشتركه مع الوزيره الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدين. نحن بنشوف طبعا قد ايه المشروعات الثقافيه في نهضه ثقافيه مهمه جدا بتشهدها الوزاره. يكفي ان احنا نشوف هذا التلاقي مهم جدا في هذه الرؤيه والفكر المشترك لتنوير المجتمع. وليس اهم من يعني هذه يعني الندوه التي تتحدث عن الحوار. وطبعا وجود يعني استاذي الكبير، مش عايزه اكبره طبعا، الاستاذ الدكتور المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي، طبعا من الصعب ان اي حد يتحدث بعده لانه بيشير الى قضايا مهمه جدا وقضايا جوهريه. طبعا استمتعت بالكلمه اللي هو قالها. والحقيقه انا يعني سعيده جدا بهذا الكتاب، احيي القائمين عليه وطبعا احيي معالي الوزير، لانه يعني الكتاب جاء في وقتي ويمكن تاخر. يعني يمكن احنا نتحدث كثيرا عن اشكاليات ما تتعلق بالفكر المتطرف الذي للاسف ساد يعني في المجتمعات العربيه، فكره عدم قبول حتى الراي الاخر. وبالتالي عندما يكون هناك كتاب بهذه يعني بالمحتويات المهمه التي احتواها هذا المؤلف، انا وقفت عنه كثيرا لانه به مجموعه من يعني الموضوعات اللي هي فعلا احنا في امس الحاجه ان احنا نتحدث عنها ونروج ليها وان ننشرها. خاصه يعني اتمنى ان ده يكون لي مجال هذا الكتاب ان ينتشر في الجامعات وينتشر في المحافل الثقافيه. اعتقد الوزيره ايناس عبد الدين تستطيع ان هي ايضا في ما يتعلق بفصول الثقافه والمنتديات الثقافيه المختلفه. لماذا؟ لانه احنا بنعاني ويمكن ما يعني تعاني منه المنطقه العربيه وليس مصر فقط من فكر متطرف من نبذ الارهاب الذي نشهده. انا بعتبر ان هو في الاصل مرجعيته هو غياب الفكر الذي يتقبل الاخر وغياب الحوار الذي زي ما يعني اضاف الدكتور مصطفى ان احنا محتاجين حوار داخلي قبل ان نبدا بالحوار مع الاخر. الحقيقه استوقفني اهم حاجه في يعني استوقفتني في هذا الكتاب منذ المقدمه. يعني انا كنت متوقعه ان يعني الكتاب هيدخل في اطار الجزئيه ما يتعلق بالدين وكيف
نتحاور مع الآخر من خلال المرجعيات الدينية، ولكن منذ المقدمة التي كتبها سيادة الوزير هي تحدثت عن القيم، وأنا أتوقف كثيراً عن فكرة القيم لأن هي دي مفتاح حل كثير من المشكلات، لأن القيم هي القيم الإنسانية الكبرى التي لا يختلف عليها أي عقيدة ولا تختلف عليها أي ديانة. فهذا منطلق مهم جداً، منطلق حضاري، منطلق تنميري، أن نتحدث وإحنا نتكلم عن الحوار ومقاوماته إن إحنا نتحدث في إطار القيم التي اتفقت عليها جميع الأديان، وبالتالي هذه القيم الإنسانية العامة لن يرفضها أحد. لما نتحدث عن الحوار دي مقاومات، هو مقاومات هي القيم اللي بتقبل الآخرين، اللي بتقبل التنوع، اللي بتقبل التعدد، اللي بتقبل التسامح، اللي بتقبل إن إحنا يكون في أرضية مشتركة نتعايش من خلالها. الحاجة اللي يعني أيضا بيتميز فيها هذا الكتاب، والحقيقة إن أنا كنت سعيدة بيه جدا، اللي كانت كل قيمة من إحنا بنعتبرها حتى قيم غربية وبيفتخروا بيها كان لها مردود وكان لها مرجعية من آيات قرآنية، فكانت يعني بمثابة سند أو مرجع، فكان يعني كنت سعيدة جدا بيها. واعتقد ان دي مقاوم رئيسي عندما نتحاور مع الغرب او نتحاور مع الاخرين، لاننا خلينا نتحدث بشكل يعني صريح ان انا للاسف الاسلام تعرض لصوره مشوهه نتيجه، يمكن هرجع للكلام اللي قاله برضه الاستاذ الدكتور هشام عزمي، نتيجه صور مغلوطه ركز عليها الاعلام، صور نمطيه للاسف. طبعا ده بترجع لبعض يعني الاحداث على الواقع اللي هي اختزلت الإسلام في التطرف في الأعمال الإرهابية، والحقيقة اللي دي كانت للأسف الصورة اللي تتناقلها وسائل الإعلام وتتناقلها الوكالات الإعلامية الكبرى، وبالتالي شولت هذه الصورة وجعلت ليه الإسلام هو الإسلاموفوبيا، هو الإسلام المتعصب، هو المتطرف، هو الذي لا يقبل الحوار مع الآخر، بالرغم إن هذا الكتاب موثق بكل الآيات القرآنية والحديث التي تشير إلى أن هذه القيم الحوار موجودة في الدين الإسلامي كما هي موجودة أيضا في ديانات أخرى. الجزئية اللي برضو يعني استوقفتني في هذا الكتاب هي البداية المهمة التي بدأت بتحديد المصطلحات، وتحديد المصطلحات ده يعني أحيي القائمين على الكتاب اللي هم بدأوا بتحديد المصطلحات، لأن أي أرضية أو أي حوار لا بد ان احنا نشوف احنا بنتحاور حول ماذا، وايه هو الاطار اللي بنتحاور عليه، وايه هي مصطلح الحوار نفسه حتى نفرق بينه وبين مصطلحات اخرى، لان كلمه الحوار في حد ذاتها وكما وردت في هذا الكتاب القيم هي لا تتطلب ان في طرف يطلب طرف اخر، احنا لا ندخل في معركه يعني يريد كل طرف ان هو يثبت فيها انه هو الافضل كما بيحدث، ولا ان هو يصل الى نتيجه انه يسيطر بافكاره او بعقيدته على الطرف الاخر. فده كان منطلق مهم جدا ان احنا نميز بين ما نريده من الحوار وما يحمله هذا المصطلح من تعريف ومن مفهوم هو بيقتضي او هو بيحمل في حد ذاته فكره التفاعل، فكره التحاور، يعني بمعنى لا يوجد طرف هنا لا غالب ولا مغلوب، فكره الفهم المشترك، فهم القبول، فهم ايضا ان هذا الحوار له اسس وله قواعد وله اداب، وهذا لا تتضمنه هذا الكتاب. فانا بحيي فعلا هذا الفكر المهم اللي طرحه الكتاب فيما يتعلق بمقاومات الحوار او اداب الحوار. لازم نتحدث عن فكره اداب الحوار، لان الحوار هو ثقافه، هو ثقافه ايضا، ثقافه الحوار، ثقافه الحوار ان انا ازاي اتحاور مع الاخر، ولازم ان احنا ننحي ما يتعلق بالعقيده او الايمان، هذا شيء والحوار شيء اخر. ايضا الحوار ما بين الشرق والغرب دائما في اشكاليه، دائما كان هناك يعني جسور، كل طرف بيحاول ان هو يفرض
ثقافته، وبالتالي الان كتير ايضا هو مرتبط بالثقافه القائمه. فبالتالي كل طرف عندما يحاول ان هو يثبت ان ثقافته هي الثقافه يعني اللي هي لابد ان تسود، هنا بقى يعني تحدث الاشكال. ففكره الحوار الثقافي هو حوار ان انا اقبل بثقافه الاخر في حدود ان هو يقبل ايضا الثقافه، ويحدث والبحث عن زي ما قال يعني سياده الوزير البحث عن المشترك بين مشترك الانسان. لو ربطنا ده بمصر بالتحديد، احنا عندنا تجربه وارث كبير جدا في استيعاب الاخرين وفي التنوع، وشفنا قد ايه مصر كانت دائما بتستقطب بكل الديانات وكل الجنسيات، وكنا بنتعايش في ظل يعني جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة وديانات مختلفة، ولكن كان المجتمع في قدر كبير من الفهم المشترك ومن التعايش السلمي. للأسف ده فقدناه لأسباب كثيرة، وطبعاً زي ما قال الدكتور مصطفى، الإسلام عندما ارتبط بفكرة السياسة وفكرة بزخرة الأفكار المتطرفة، والحقيقة إحنا غزيناها بإعلام أيضاً. يعني لو أنا هتكلم بقى على الجزء اللي هو خاص بالإعلام، الإعلام أيضاً كانت لغته وفيها قدر من الاستقطاب الحالي، وده إحنا بنلاحظه لما نيجي نتكلم في أي قضية، يمكن إن إحنا عندنا نوع من التطرف الشديد في الآراء، عدم الرغبة في الاستماع للآخر أو قبول الآخر. فإذا كنا نتحدث عن حوار وإحنا بننشد اللي يكون في استقرار في المجتمع، لابد أن يكون أيضا في حوار بين أطراف المجتمع في الداخل، حتى يتسنى لنا أن نكون قادرين على إقامة حوار مع الآخرين بالمقومات وبالأسس اللي زي ما ذكرت فعلا في هذا الكتاب. أدوات لازم إن احنا نفعلها وتكون أدوات تساهم في إنها تصحح الصورة اللي هي بعض المفاهيم اللي هي سلبية أو المفاهيم المغلوطة، وده يستوجب من المجتمع إن كل أدواته وكل مؤسساته إن هي تعمل في إطار فعلا إنها ترسي اللي احنا بنقول عليها ثقافة الحوار، سواء في مناقشة قضايانا الداخلية، لأن دي بتقدم نماذج إزاي إن احنا بنتحاور مع بعض، إزاي احنا بنستمع لبعض، إزاي احنا بيبقى فيه بنبحث عن أرضية مشتركة إن احنا نتقبل الرأي الآخر. دي ثقافة على المؤسسات المختلفة إن هي فعلا تقوم بيها. المؤسسة الثقافية طبعا مهمة جدا، المؤسسات التربوية والتعليمية ليها دور مهم، وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الحالي اللي هو الإعلام الإلكتروني زي ما الدكتور هشام بيحظر بانتشار كبير، كل هذه يعني الأدوات هي أدوات يعني لها دور ولها مسؤولية مجتمعية مهمة جدا إن هي ترسي هذه القواعد، قواعد الحوار الصحيح، حتى نستطيع إن احنا يبقى عندنا فعلا ثقافة للحوار وتقبل الآخر، تقبل التنوع، تقبل التسامح، تقبل إن أنا أستمع للآخرين وتبحث عن مشترك وليس عن الاختلاف. احنا يعني للأسف لما بنقيم حوار بنحاول إن نركز على الجزئيات اللي هي أساساً فيها اختلاف زي العقائد مثلاً، لا إحنا المفروض نبحث عن أرضيات مشتركة بعيداً عن المجالات اللي هي بتؤدي إلى الاختلاف. طبعاً يعني دي يعني أنا مرة تانية سعيدة جداً بهذا الكتاب وسعيدة بهذه الندوة وإن هي تكون في وزارة الثقافة طبعاً. فبحيي طبعا المجلس الأعلى للثقافة، وطبعا بحيي كل القائمين على إعداد هذا الكتاب، وطبعا أكيد هيبقى فيه يعني مداخلات مهمة من السادة الحضور، وبشكر مرة تانية معالي الوزير إن هو أتاح لي الفرصة إن أنا أكون موجودة
في هذا اللقاء المهم جدا، ونتمنى ان هذا الكتاب فعلا يصل الى الجامعات ويصل الى المؤسسات التعليميه والتربويه المختلفه، يا ريت يكون ايضا في المدارس. وان شاء الله نلتقي دايما بقى في مناقشات فكريه متميزه طبعا تبناها وزاره الاوقاف ووزاره الثقافه، واشكركم جميعا. شكرا جزيلا للاستاذه الدكتوره مريضه مصطفى على هذا التعقيد القيم بيسمح لي في اولادي. الحقيقه انه قضيه احترام الاخر وقبول الاخر واحترام الغرب والشرق، انا الحقيقه انا مسها بصفه شخصيه. الموضوع ليس كلاما مرسلا، ويعني اتاحت لي الظروف وكما اتاحت طبعا كثير من حضراتكم يمكن ان تعيش خارج مصر الاحترام في الدول الاجنبيه. والحقيقه لمست كم الاحترام لمعتقداتنا ولخلفياتنا ولثقافتنا ولديننا. عايز اضرب لحضراتكم بس مثلا واحد، انه كان بيمر ياتي رمضان في شهور صيف من انجلترا بالمغرب، يقترب من العاشره مساء، احنا عارفين ده يعني النهار في الصيف الشمس في كبد السماء في العاشره. وكنا يعني في نزل الطلاب وكان هناك مواعيد للوجبات. كان المطبخ الملحق بتمتد فيه ساعات العمل لاجلي لاعداد لاقصى حد ممكن، كانوا متخيلين ينتظروا مش العاشره بس ممكن كان يقعد ما بعد السابعه حتى يضربوا على الاقل ان الوجبه تكون ساخنه لاعدادها لي عندما ياتي وقت الافطار. ده الحقيقه مثال بسيط بس الحقيقه دلالته عميقه جدا، وهو لا يسال ولا الحقيقه يسال لكي يفهم. الحقيقه في نقطه مهمه جدا، انه مفيش بريجيدس، مفيش احكام مسبقه، وعلى استعداد ان يستمع. فانا هذا بس يعني تصديقا لما تفضل به يمكن الاستاذ الدكتور مصطفى في تعقيده على انه هناك احترام حقيقي من الغرب، احترام كبير لهذه الثقافه وهذه المعتقدات وهذا الدين. النقطه الثانيه، انه عندما يعني تعالى بعض الاصوات منذ سنوات لا تهنئه لشركائنا في الوطن، لا تهنئوهم، مفيش كل سنة وانتم طيب، مفيش عيدكم. الحقيقة أنا كان الرد، والحقيقة أننا واجهدنا أنفسنا كثيرا في أن ندافع ولا والإسلام ولا هذا ليس من الإسلام في شيء. الحقيقة أنا تذكر أنه في هذا الوقت كان ردي بسيط جدا، أن هذا الدين العظيم الذي يتيح لأتباعه الزواج من كتابه تكون مؤتمنة على أغلى ما يملك، ماله وولده وعرضه، وتبقى على دينها، ألا تستحق أن تهنأ في عيدها؟ وأنا مع الدكتور هشام، أولاً بشكر الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، الأستاذ الدكتور على ما قدمه، وهو إضافة كبيرة للثقافة الإسلامية ولهذا الكتاب ولهذا الموضوع وعلى هذا الوقت الذي تفضل به، ومعالي الوزيرة على هذا الوقت الذي أعطتنا إياه، والأستاذ الدكتور هشام عزمي وحضراته جميعا. وأنا ألخص لكن في نقاط هامة جدا في موضوعي. حقيقة دكتور جمال حضرتك طرحت موضوع الأزمات. إحنا الحقيقة هذا الكتاب، ويمكن لأي حد من حضراته مع الدكتورة رضا مسؤولة المركز الإعلامي يتابع أو على موقفنا وقف أونلاين، هو ليس كتابا فريدا، إنما هو في إطار مشروع فكري متكامل ومدروس ومنهجي وشامل. مثلا موضوع الغزوات، إحنا قرأنا كتاب لأول مرة يعيد قراءة السيرة النبوية قراءة جديدة، والكتاب طبع تحت عنوان السيرة النبوية قراءة جديدة، هو لأحد شباب الوزارة الحاصلين على الدكتوراه، وقدمت له بمقدمة في 22 صفحة جاي تحويلها إلى كتاب تحت عنوان مفاهيم يجب أن تصحح في فهم السيرة والسنة. اللي قلنا فيه إيه؟ الغزوات، مصطلح غزوة
لم يعد مرة واحدة في القرآن الكريم، لم يعد مصطلح غزوة، وكان مقصود موضوع الغزوات سواء من بعض الجماعات المتطرفة أو من بعض أعداء الإسلام ليقول لك إن الإسلام انتشر بالسيف وكمين غزوة. لم يعد في القرآن الكريم مرة واحدة لفظ غزوة، وإنما استخدم القرآن الكريم لفظ يوم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وكل المصادر القديمة كتبت تحت عنوان أيام العار في الجاهلية والإسلام، فهي أيام ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. ولو جئنا بالمصطلح اللغوي الغزو، لو جئنا في غزوة الخندق عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرين داخل المدينة، لو بفكرة الغزو مين اللي غزا مين؟ يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من كل الأحزاب ومن كل المناطق تجمعوا على المدينة لإبادة المسلمين بها، وهم فقط في موقع الدفاع عن خندق، فلو بالمصطلح غزو مين اللي غزا؟ وغزو البدر مين اللي غزا؟ وتتبعنا الغزوات واحدة واحدة إما يؤكد أن الحرب في الإسلام كانت حربا دفاعية، إما دفاعا طبيعيا وإما دفاعا متقدما. حتى في فتح مكة لما قريش التي نقضت العهد وقتلت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان رد الردود. هذا في موضوع السيرة النبوية. موضوع الترجمة، احنا تقريبا في السنوات الماضية ترجمنا تقريبا نحو 100 كتاب إلى والآن موقع وزارة الأوقاف يبص اليوم واحنا جايين وكل خطبة الجمعة تترجم ب18 لغة أسبوعيا، مقروءة ومسموعة ومرئية. واليوم حضر معانا الأساتذة وكانت معانا مسؤولة الإذاعات الموجهة في التلفزيون المصري، وقالت إنها بتلقى يعني بتبث عبر الإذاعات والموجات الموجهة في التلفزيون المصري، وأكدت كم المشاركات وكم التلاقي لهذه الخطب. وبما إن الناس دائما كما قلت كانت مشكلتنا عدم التلاقي وفكرة الناس عن الخطاب الديني أو خطاب كامل أو منعزل، وأن الناس يتحدثون في قضاء الوضوء والتيمم والحيض والنفاس والاستحاضة، إحنا عشان نؤكد إن الخطاب تغير لنا في مشروعنا الفكري أخذنا أحدث كتاب هو 50 خطبة في قضايا الساعة تتناول أول خطبة التخطيط وأصرف في حياة الفرد والمجتمع، مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، الحق المقابل الوالي الوسيلة لإصلاح المجتمع، احترام النظام العام، دولة المؤسسات، في قضايا في عمق الفكر المجتمعي بأسلوب ديني، وتم أداؤها وترجمتها، والحقيقة هذا جانب. يبقى إذن إحنا لم نقف عند الداخل، وإنما في حالة الترجمة تبص عبر اتحاد الإذاعة والتلفزيون وترسل لمعظم دول العالم. اليوم إحنا حقيقة عبر وزارة الخارجية تلقينا عدد كل أسبوع من الطلبات من المكتبات العالمية لهذه المترجمات. فعندنا آدي موضوع الغزوات، احنا قلنا عليه تحت ايام العار وايام ملاقات النبي، يوم حنين يوم احد، حتى نسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحه، لاننا تعرضنا لمغالطات وتشويه زي ما قالت الدكتوره بايده في تشويه كم ممنهج، سواء من عمليات الانتقاء الممنهج لبعض التيارات او التفسيرات الخاطئه. وفي كتاب من أهم الكتب الحقيقة اللي أخذناها، أديكم نموذج واحد فقط، لا يمكن يحل كثير من الإشكاليات التي كانت صادمة وفارقة بين ما يعرف بتيار بالعلماء من الدين أو المثقفين وبين العلاقة بين الدين والسياسة. نحن دائما ندعو الدكتور مصطفى أسعد مشاركة كثيرا إلى تخليص الدين من السياسي، وإن أكثر ما ضر هو ما سمي بجماعات الإسلام السياسي أو المتاجرة باسم الدين سياسيا أو استخدام الدين لأغراض سياسية. وأعلن أن المسجد في قلب القضايا الوطنية وبمعزل عن التصنيف السياسي الحزبي أو أي كان من لون الألوان الاستخدام السياسي. في كتاب أخذناه أيضا اسمه الفهم المقاصدي للسنة النبوية،
وده فيه نقاط تفك الاشكاليات بين الامور، يعني في تفرق بوضوح بين الثابت الذي يجب الحفاظ عليه من العقائد والعبادات الذي هي شأن خاص فيما بينك وبين الله، وبين المتغيرات المتصله باطار شهود الحياه ونظام الحكم. كنا مع الدكتور مصطفى ومع الاساتذه نتحدث ان المفتي او العالم او الاعلامي او الاذاعي لابد ان يكون على ايمان بالقانون المحلي والقانون الدولي، وان يكون على ايمان بتحديات الواقع والتحديات المعاصره، لانه من لم يكن على ايمان بالتحديات الدوليه يمكن ان يصدر فتوى واحده تضع دولته في احد امرين: اما ان تقع في عداء مع المنظمات الدوليه او تسقط اقتصاديا نتيجه القطيعه الدوليه، او انها تتعامل وتتلقى الانظمه انها تعادل شرع الله بما تقوم. وضربنا مثال لما كانت جماعه الاخوان قبل الحكم وتحمل كل التعاملات البنكيه المحليه او العالميه، وكان السلفيون يحضرون الانتخابات ويعتبرون الديمقراطيه تكف، وكتبوا في ذلك كتبا، ثم بعد ذلك كتبوا كتبا عكسيه في الديمقراطيه، ولما حاولوا كانوا حابين قائد البنك الدولي قالوا لا ده مش ربا، دي مصاريف اداريه، احنا دي قضايا انفصاميه عن الواقع. الحقيقه هذا الامر فصلنا فيه الفرق بين الثابت في العقائد والعبادات وبين المتغير في قضايا الناس. قلنا ان اذا كانت العبادات في جملتها فصلت تفصيلا فان ما يتصل باداره شؤون الحياه جاء في شكل قواعد عامه، وقلنا تحديدا ان الاسلام لم يضع قالبا او نظاما جامدا لنظام الحكم. الاسلام ما كانش حتى يقول لك من يحكم هذا النظام فهو اسلامي ومن يحكم هذا النظام فهو علماني، وانما وضع قواعد عامه تدور حول العدل بمفهومه الشامل، وحول منع الفساد والرشوه والمحسوبيه، وحول حريه وضعنا اربع عناصر: العدل ومواجهه الفساد وحريه المعتقد والعمل على قضاء حوائج الناس. واي حكم يحقق هذه الامور بغض النظر عن اسمه او نوعه او لونه او شكله فهو حكم ناشط، واي حكم يختل فيه العدل او مواجهه الفساد او حريه المعتقد او لا يعمل على قضاء حوائج الناس يصيبه من العوار بمقدار هذا الاختلال. اخر حاجه، احنا بمناسبه ان احنا ننقل هذا المشروع متكاملا اطلقنا في وجود عدد من الزملاء من الوزراء والمفتين والمثقفين من دول متعدده في الاسبوع قبل الماضي. كل سنه بنطلق حمله في المولد النبوي الشهير، العام الماضي اطلقناها تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم نبي الانسانيه، لنركز على الجوانب الانسانيه في الاسلام وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وده المشترك اللي ممكن يجتمع عليه كل الناس. اما الامر الاخر، هذا العام كنا تحت عنوان هذا هو الاسلام بمفاهيمه، وخطبه الغد ان شاء الله ستكون تحت هذا العنوان هذا هو الاسلام. ولخصنا الجمله، الاسلام له معنيان خاص اللي قلنا عليه فيما يتصل بالعبادات، ان تعبد الله تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج ان استطعت، وهذا فيما بينك وبين الله. اما المعنى العام الانساني، المسلم جمله واحده: من سلم الناس من لسانه ويده، ان يكون سلما للبشر والشجر والحجر فلا يتصور منه الاذى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امراه صوامه قوامه الا انها تؤذي جيرانها قال هي في النار. ولكن القضيه ان احنا زي ما قلنا عندما نقدم الاسلام في الغرب، احنا يمكن كنا في عدد من اللقاءات واخرها في روسيا، وقدمت للمدير العام شؤون مجلس الشورى المفتين مجموعه وقلت له لن نوافيكم باي كتب حتى تعطيها للنخبه السياسيه لتطمئن، هل هذه الكتب في صالحكم كدوله روسيه؟ ويمكن كنت اكثر مما شجعته ان العلاقه بين المؤسسه الدينيه والمؤسسه السياسيه في افضل حالاتها في روسيا، فقال انا ساعطي هذه الكتب شخصيا لسياده الرئيس بوتين. قلت له بعد ان يطلع عليها لنا، ثم جاءني بعدها بايام وهو على اتصال وثيق بالسلطه السياسيه خطابا، احدهما من رئيس عموم شورى المفتين بروسيا والاخر من رئيس عموم شيوخ مفتي داغستان، يطلبان فيها كل كتبنا وان
فقدت خبره الاوقاف المصريه في تدريب الائمه الروس في مختلف انحاء روسيا، سواء هناك في روسيا بل دعوه للتدريس في جامعات ومعاهد موسكو وتدريب الائمه هنا في اكاديميه الاوقاف الدوليه. وليست روسيا الدوله الوحيده، لنا جامعه في كازاخستان فيها ثلاث كليات تم حتى الدكتوراه، وهي خدت المركز الاول في وسط اسيا وتتبع الاوقاف المصريه وحصلت على الجوده العالميه في ثلاث كليات هي الشريعه واصول الدين واللغه العربيه وتتبع الاوقاف المصريه في وسط اسيا. لدينا ايضا في تنزانيا مركز اسلامي ومراكز متعدده، وكل هذا يقوم عليه نخبه من ابناء الوزاره، وان شاء الله القادم افضل. ونشكركم جميعا، والسلام عليكم. عايز اتوكل على حضراتكم بدايه بالشكر والتقدير على حرصكم على التواجد في هذه الندوه، وايضا خالص التحيه لمعالي وزيره الثقافه الدكتور ايناس عبد الدايم على رعايتها لهذه الندوه، وعظيم التقدير للمعالي الاستاذ الدكتور محمد على قبول هذه الدعوه ليتواجد معنا في المجلس الاعلى للثقافه ونناقش الكتاب الذي توفر على قيام الاشراف عليه. كل الشكر والتقدير للمفكر الكبير الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي الذي نسعد دائما بتواجده معنا ونعتز بتواجده في المجلس الاعلى للثقافه. وكل الشكر والتقدير ايضا للاستاذه الدكتوره هويدا مصطفى على تشريفها لنا هذه الليله، شكرا جزيلا لحضرتك.